الامر من الفرق زي ما كابتن ايمن قال، فرقه اول سنه في الممتاز لكن عامله ارقام كويسه جدا في المركز الثامن، فازوا بخمس ماتشات، في فرق اكبر منهم بكتير ما يعني ما فازوش في العدد ده، خسروا ست مرات وتعادلوا مرتين. النهارده نونو الميدا اهدافهم اللي جت زي اللي استقبلوه 13 و13 بالظبط كده، لكن النهارده نونو الميدا بيدخل في لقاء صعب جدا وهو لسه بيفهم الفرقه، لسه بيحفظها برده، يعني خلينا نقول ان هو جاي في نص المعمعه مع فرقه ما يعرفهاش. ده اكيد عنده مشاكل كبيره جدا في التعرف على اللعيبه، وخصوصا ان انت النهارده يعني مباريات قويه جدا، يعني مباراه الزمالك النهارده يعني اعتقد ان هو هيبقى رد فعل بالنسبه لفرقه الزمالك. لازم يشتغل على نقاط قوه الزمالك، هو مش هيشتغل على نقاط قوته. يعني النهارده المباراه بالنسبه له يعني هيحاول ياخد فيها الافضل، يحاول يوصل فيها للاحسن بالنسبه للاداء بالنسبه له، لان تيم نادي الزمالك تيم قوي طبعا. عنده اوراق هجوميه قويه جدا، لازم يعني يشتغل على ان يوقف الاوراق ديت، واعتقد ان طريقه اللعب النهارده هتختلف بشكل كبير جدا لفاركو عن المباريات السابقه. لو كان بيلعب في الدوري بشكل، اعتقد ان قدام الزمالك هيلعب بشكل تاني خالص. وانا اتوقع ان هو يعني لازم يقفل حته ال 18 ويلعب بثلاثه او ممكن يلعب بخمسه، يحاول يزود في وسط الملعب، يقفل عمق الملعب بالنسبه له، الاطراف مهمه جدا بالنسبه له. حتى لو هو بيشتغل على شغل الاطراف هو ممكن يغير الطريقه بتاعته النهارده، بس هيغير علشان هو بيواجه الزمالك ولا عشان هو بيواجه عشان فريرة. هو بيواجه الزمالك وفريرة. حافظ فريرة. ما انا عايز اقول لك الاثنين، عشان الزمالك بقوه لعيبتها والنجوم اللي موجوده واللعيبه اللي موجوده، وزائد بقى فريرة اللي هو الفكر اللي اشتغل معاه واللي هو حافظه اللي هو هيبقى رزل قوي عليه طبعًا. اللي هو هيحاول ان هو يعني حتى لو خسرت منك بس هضايقك في ال 90 دقيقه بالظبط. فهو ده يعني احنا ممكن نشوف فاركو النهارده في مباراه الزمالك متغيره عن مباريات الدوري وعن اللقاء اللي فات تحديدا، يعني وعن اللقاء اللي فات تحديدا. فانا شايف من وجهه نظري النهارده مباراه مختلفه عن الدوري بالنسبه لمختلف. انا اتوقع ان هو هيلعب بخمس مدافعين النهارده، هيشتغل على اطراف من الباكين، هيقفل عمق الملعب، هيبقى شكل متغير عن فرق الدوري اللي هي لها اهداف متغيره بالنسبه له. زي ما كابتن ايمن قال وتفضل، فرقه فاركو بتشتغل بشكل جيد جدا، عندها اوراق هجوميه قويه جدا، ولكن ممكن في الولايه الاولى فانا شايف ان فاركو ماشي على الطريق المظبوط، عنده إدارة مميزة. حتى لما شافت فيه مشاكل صغيرة ممكن ما بتبانش الإعلام يا كريم، أعتقد إن هي عدلتها بسرعة وما حسناش بالفرقة، ما حسناش بأي حاجة خالص. فأعتقد إن ده نجاح للإدارة في الشغل بالنسبة لها في تغيير المدرب، لما شافت نقاط ضعف معينة ممكن ما تبانش للإعلام فبدأت تغير. فانا شايف ان شاء الله فاركو ماشي صعب على فاركو اكيد، ان التحدي ما بين الاثنين مدربين هو ده الاصعب في المباراه. يعني خلينا برضو نتفق ان هيعمل ايه، ان النهارده فيريرا ابتدى يعمل الضغط على نص ملعب الخصم. بص بقى النهارده مدرب بقى فاركو هيمتص ده ازاي ويتعامل مع ازاي، هو هيلعب في نص ملعب يا كابتن، فهيحاول يلعب نص ملعب هو النهارده كتير. هيلعب، انا بقول لحضرتك توقعي النهارده بالنسبه لفاركو هيلعب بخمسه، هيلعب خمسه 3-2 ماشي، وهيحاول ان هو يخلي الجيم يعني الجيم كله في وسط الملعب، هيقفل عمق الملعب، هيشتغل على مش هيشتغل على الاطراف، هيشتغل على الاطراف عن طريق الباكين. لو ما تنفسش هجوميا هيتعب عن طريق الباكين. الزمالك ما بيديش فرصه، هل ده معناه من كلامك ان هو هيبقى راضي بالنقطه؟ هيبقى راضي بالنقطه طبعا، بالنسبه له تمام جدا طبعا تمام.